تخطط دبي لتوسيع كبير في قطاع سياحة المتنزهات في السنوات المقبلة، سعيا لتصبح الوجهة الأولى للسياحة. وتأمل دبي في منافسة المتنزهات الأمريكية، وهي من بين أفضل المتنزهات في العالم، وتوفير مقصد أكثر ملائمة للسائحين من المنطقة. ودبي لديها حاليا أكبر مدينة ملاهي داخلية في العالم، وهي AMG و Worlds of Adventures، التي تم إطلاقها في الصيف الماضي، والتي تعتزم فتح ملحق على مساحة 2 مليون قدم مربع بمنتزهها المسمى AMG Worlds of Legends.